اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. طبعا يا جماعة زي ما انتم عارفين ان انا دلوقتي انا غيرت مكان التصوير، لان زي ما انتم عارفين انا الكرتونه اللي كنت بحطها في ظهري لما كنت موجود في المكان التاني هنا، الكرتونه دي خدتها حطيتها هناك اللي هي كرتونه الشاشه البنك، فاصبح ده انسب مكان للتصوير This guy's bothering me here. دلوقتي اللي هو ان انا من ظهر الكراتين غادي نايس مركزه. هو بصراحه كان في ناس كتير طلبت مني ان انا اغير مكان التصوير، فاتمنى يعجب كل المكان الجديد دوت. المكان ده فيه مجموعه مميزات. اول حاجه يا جماعه انا ملاحظها ان وانا هنا الظل بقى بيتجمع ككتله واحده، ما عادش زي الاول الظل يبان، الظل راسي والظل بتاع كتفي والظل، انما الوقت الظل بقى كله قطعه واحده ما عادش مسبب مشكله. يعني دلوقتي لو طلعت قدام شويه تلاقوا الظل اصلا اختفى خالص عشان ما فيش حاجه في ظهري مباشره. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي ملاحظها ان اصبحت الاضاءه بتاعت وشي اوضح، رغم ان انا ما جبتش لسه كشافات اضاءه ولا اي حاجه، فالاضاءه اتحسنت كتير. فانا عن نفسي راضي بنسبه كبيره عن المكان ده. اتمنى اشوف رايكم يعني. تمام، تعالوا بقى دلوقتي هوري لكم حاجه يعني مفاجاه بكل المقاييس. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين ده ال 1080 تي اي، لكن جنبي حاجة أنا مخبيها. إيه ديت؟ تفتكروا دي تكون إيه؟ هل مثلا ممكن يكون ده تيتان إكس بي؟ هل أنا ممكن أعملها وأجيب كارتين عاليين كده مع بعض؟ يلا بينا نفتح ونشوف المفاجأة دي إيه. دي المفاجأة يا جماعة، المفاجأة العظيمة اللي أنا عايز أوريها لكم. تفتكروا ده إيه؟ ده أول كارت فيجا اشتغلت عليه في حياتي من 16 سنة، سنة 2001، كارت اس 3. تفتكروا يا جماعة الكارت دوت كام جيجا؟ مش هتصدقوا. شايفين الرقم كويس؟ كارت 8 ميجا. 8 ميجا. يعني بصوا يا جماعة انا عايزكم تتخيلوا الصورة دي للتاريخ. الصورة دي للتاريخ. كارت 8 ميجا وجنبيه كارت 11 جيجا. ده التطور اللي حصل في 16 سنة. بس اوعوا تستهونوا بالكارت دوت. الكارت ده لما كان عندي كان ايامها كروت 1 ميجا و2 ميجا و4 ميجا. يعني الكارت ده كان وحش، ده الوحش الصغير بتاع زمان. انتوا تعرفوا ان الكارت ده كانوا مسمينه التيتان اكس بي. عارفين ليه الكارت ده اسمه تيتان اكس بي؟ عشان ده الوحش بتاع زمان بتاع ايام الاكس بي، ده نازل ايام ويندوز اكس بي، فده الوحش بتاع زمان. 8 ميجا، 8 ميجا دي زمان كانت حاجة ايه. الكارت ده انا كنت بشغل عليه جاتا 1 الترا. جاتا 1 الترا. بصوا انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة. هو انا عامل الفيديو ده ليه؟ ايه الهدف منه؟ الهدف من الفيديو ده يا جماعة انا عايز اقول لكم باختصار شديد ان في ناس بيبقى عندها كروت ضعيفة وبتبقى محبطة، حاسة ان هي مش هتعرف في يوم من الايام ان هي تجيب كروت عالية، بيبقى جواهم احباط كده.
فانا حبيت اوريهم بدايتي كانت عامله ازاي. اصل عمر ما بدايتكم هتكون زي بدايتي ابدا. في حد بدايته كانت كارت 8 ميجا؟ لو واحد عنده كارت انتل او كارت ضعيف ايا كان ولسه محبط وحاسس ان او فاقد الامل انه يجيب كارت عالي، يشوف الفيديو ده، يشوف الفيديو ده من كارت 8 ميجا لكارت 11 جيجا. يعني من الاخر اللي هيتعب ويكافح هيوصل للي هو عايزه، هيوصل مهما كانت بدايته. ده الدرس اللي انا عايز اوصله لكم الفيديو ده. شكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.